بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: باب الرهن والضمان والكفالة. جمع المصنف بين هذه العقود الثلاثة وهي الرهن والضمان والكفالة. سبب جمعه بين هذه الأبواب أو هذه العقود في باب واحد هو ما علل به فقال: وهذه وثائق بالحقوق الثابتة. من كان له دين على غيره فإنه يوثق هذا الدين إما بالكتابة أو بعقد آخر، والتوثيقة بالعقد الآخر تسمى توثيقة العقود. ولذلك فإن عندنا عقودا تسمى بعقود التوثيقة. عقود التوثيقة ثلاثة: الرهن والكفالة والضمان. بدأ المصنف بأولها فقال: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. نعم، قال أولا: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها. الرهن معناه قالوا توثيقة دين بعين. وصورة ذلك أن زيدا له دين على عمرو، ثم يقول لعمرو: أعطني رهنا يكون عندي، إذا لم تسددني الدين الذي في ذمتك فإن هذه العين تباع ويقضى من ثمنها الدين، لأنها إن بيعت وكانت بمقدار الدين أخذ هو كامل القيمة، وإن كانت قيمة العين أكثر من قيمة الدين أخذ الدين ورد إليه الباقي، أي رد الباقي لمالك العين الأصلي. وإن كانت القيمة أقل من الدين أخذ كامل القيمة وأصبح باقي الدين مرسلاً. ومعنى قولنا إنه مرسل أي لا رهن فيه، هذا معنى الرهن. فنحن وثقنا الرهن بعين تباع عند حلول الأجل. يقول الشيخ: فالرهن يصح بكل عين يصح بيعها، يعني أن المدين يجوز له أن يجعل كل عين يصح بيعها، سواء كانت حيوانا أو جمادا أو غير ذلك من الأمور، فيرهن بها فتبقى أمانة عند المرتهن. نعم، تبقى أمانة عند المرتهن. أريد أن تنتبه لي معي في مسألة في قضية الرهن. عندما يرهن المدين عينا عند الدائن فإن هذا العقد عقد جائز، يجوز للمدين الرجوع في العين، إلا إذا قبض المرتهن وهو الدائن العين عين الرهن، فإنها حينئذ يصبح العقد عقدا لازما، ولا يصح تصرف صاحب العين فيها. إذا متى يكون عقد الرهن لازم لا يجوز الرجوع فيه؟ إذا قبض صاحب الدين العين المرهونة فجعلها عنده. وأما إذا كانت عند صاحب الدين الذي هو مالك العين حقيقة فإن الرهن باق لكنه جائز، يجوز الرجوع فيه. طيب، هذه الجملة انتبه لها، لأن قضية متى يكون الرهن جائزا ومتى يكون لازما ينبني عليها مسائل، إذا فهمتها ستفهم المسائل التي بعدها. أول مسألة أن هذه الرهن يكون لازما إذا قلنا إذا كانت بيد من؟ صاحب الدين وهو المرتهن. طيب، إذا كانت في يده ماذا تكون يده عليه؟ قال: تبقى أمانة عند المرتهن. فالدائن تبقى عنده العين أمانة مثل سائر الأمانات. ينبني على كونها أمانة أولا لا يجوز له استعمالها، وهذه مسألة مهمة. كثير من الناس إذا رهن عينا فإن الدائن وهو المرتهن يستعمل هذه العين، وهذا حرام لأنه يكون ربا. بعض الناس أقرض محمد
أقرض زيدا 1000، ثم قال اجعل سيارتي رهن، فيأتي الدائن ويأخذ السيارة ويستخدمها. نقول حرام، لا يجوز ربا، كل قرض جر نفعا فهو ربا. فيدك على العين يد أمانة تحفظها وليس لك أن تستخدمها، هذا واحد إلا ما ورد به النص سيأتي. ثانيا، ينبني على كونها أمانة أنها عند التلف لا تضمن إلا بالتعدي، قال الشيخ، فتبقى أمانة عند المرتهن لا يضمنها إذا تلفت إلا إن تعدى أو فرط كسائر الأمانات. إذن أريدك أن تعلم أن كونها أمانة رتب عليها حكمان: الأول أنه لا يستخدمها لأن الأمانات لا تستخدم، الأمر الثاني أنها لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. نعم. فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. قال الشيخ: فإن حصل الوفاء التام انفك الرهن. قوله الوفاء التام يعني جميع الدين، وفى بجميع الدين كاملا. فلو أن الدين 1000، نقول لو سدد 500 فإن الرهن ما زال باقيا على العين كلها، على العين كلها، ولا نقول إنه ينفك من الرهن بمقدار ما قضى من الدين، بل كل العين المرهونة متعلق بها الرهن لحين انفكاك كامل الدين. وهذا معنى قوله إن حصل الوفاء التام، أي لجميع الدين. انفك الرهن عن العين فيجب أن ترد إلى صاحبها، لا يغلق الرهن من صاحبه. وإن لم يحصل وطلب صاحب الحق بيع الرهن وجب بيعه والوفاء من ثمنه، وما بقي من الثمن بعد وفاء الحق فلربه، وإن بقي من الدين شيء يبقى دينا مرسلا بلا رهن. نعم، هذه المسألة قد يخطئ فيها بعض الناس. بعض الناس إذا رهن عينا ثم جاء وقت السداد يظن أن المرتهن الذي هو الدائن يجوز له أن يتملك العين المرهونة. نقول لا يجوز ذلك، بل هو حرام، بل يجب أن تباع العين بطلب طبعا صاحب الحق الذي هو الدائن. فتباع العين ولها 3 حالات ذكرتها قبل قليل: إما أن تكون قيمة العين كقيمة الدين فحينئذ وفت بجميع الدين، إما أن تكون قيمة العين المرهونة بعد بيعها أكثر من قيمة الدين فيرد ما زاد عن الدين إلى صاحب العين، الحالة الثالثة أن تكون قيمة العين المرهونة أقل من قيمة الدين فيأخذ جميع القيمة الدائن ويبقى الباقي دينا مرسلا لا رهن فيه. الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس أنه يتملك العين المرهونة، هذا حرام، لا يجوز ذلك. إذن أكثر ما يخطئ فيه الناس في باب الرهن خطأان: الخطأ الأول تملكهم العين المرهونة عند حلول الأجل، والخطأ الثاني الاستخدام. فانتبه لهذين الخطأين وهما من الأمور المحرمة التي لا يجوز فعلها. وإن أتلف الرهن أحد فعليه ضمانه يكون رهنا. نعم، يقول الشيخ: إذا جاء أجنبي فأتلف العين المرهونة فإنه يلزمه ضمانها، إن كانت مثلية بمثلها، وإن كانت قيمية فبقيمتها نقدا، وهذا البدل يأخذ حكما مبدل. فلما كانت العين مرهونة فإن بدلها وهو قيمة الضمان تكون رهنا بيد الدائن وهو المرتهن. صورة ذلك: رجل أقرض آخر مالا وأخذ منه رهنا لنقول جرة لها قيمة، فجاء رجل فأتلفها فثبت عليه الضمان، حينئذ نقول إن كانت مثلية تأتي بمثلها أو قيمية فتدفع قيمتها لنقول 100 ريال، هذه 100 ريال تكون بيد الدائن الذي هو المرتهن لحين حلول الأجل، فإذا جاء الأجل طبعا لا تباع لأنها نقد، فيجوز أن يأخذ دينه منها، لأنه يجوز أن يكون النقد رهنا، ولكن قليل من الناس من يفعل ذلك، وأغلب ما يكون الرهن النقد رهنا في حالة واحدة، وهو إذا تلف الرهن ثم بذل قيمته، مثل الصورة ذكرناها قبل قليل. ونماؤه تبع له ومؤونته على ربه. يقول: ونماؤه، أي ونماء العين المرهونة، سواء كان متصلا أو منفصلا، متصل مثل السمن، منفصل مثل نتاج البهيمة أو ثمرة البستان، فإنها تكون تبعا له، أي ملكا لمالك العين وهو الراهن. قال: ومؤنته، أي مؤنة حفظه إن كان محتاج إلى حفظ،
أو مؤنة سقايته أو غير ذلك من المؤنة المتعلقة به، فإنها تكون على ربه أي المالك. إذن الغرم بالغنم، فالغنم وهو النماء له، فالغرم والغرم له كذلك وهي المؤنة. وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر أو بإذن الشارع، في قوله صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، رواه البخاري. نعم، هذه الجملة تحتاج إلى تفصيل، لأنها تحتاج إلى تغيير بعض الضمائر والمعاني. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يغلق الرهن من صاحبه، فصاحب الرهن له الحق في عين المرهونة في ملكها والتصرف فيها. طيب، هذه العين المرهونة إذا سلمها الراهن للمرتهن أصبح العقد لازما، وإذا بقيت عند الراهن فالعقد جائز. إلى الآن هذا سبق أن ذكرته. طيب، هذه العين المرهونة إذا كانت في يد المرتهن الذي هو الدائن، متى يجوز استخدامها ومتى لا يجوز استخدامها؟ نبدأ أولا بالنسبة للراهن الذي هو مالك العين، نقول يجوز له أن يستخدمها، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: لا يغلق الرهن من صاحبه، فتعطى له، لكن لا يجوز له استخدامها إلا بإذن المرتهن. ولذلك هنا قوله: وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر، الصواب أن تكون: وليس للمرتهن الانتفاع به إلا بإذن الآخر إن كانت مقبوضة، هذا المراد، إن كانت مقبوضة، وأما إن لم تكن مقبوضة فلا، لأن المرتهن إذا أعطى الراهن السلعة أصبح العقد جائزا، فله حق المنع، فيقول: لا، خلها عندي لكي لا تتصرف فيها، لأنه إذا أعطاه العين ثم أتلفها ولو قصدا انفك الرهن لأنه أصبح عقد جائز، فله حينئذ حق الامتناع. وإذاك يقول العلماء: يعطيه إياها في النهار وقت العمل، ويرده إليها في الليل حيث لا عمل، لكي يكون العقد عقدا لازما. إذن هذا الأمر الأول، وهو انتفاع المرتهن. الأمر الثاني ارتفاع الراهن، والمراد بالراهن أي صاحب العين. فالعلماء يقولون: لا يجوز، عفوا، فارتفاع المرتهن، عفوا العكس، ارتفاع المرتهن هنا وليس للراهن الانتفاع به إلا بإذن آخر على إطلاقها. وأما المرتهن فليس للمرتهن الانتفاع بالعين إلا إذا أذن له الشارع، إذا أذن له الشارع فقط، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. يستثنى فقط بهيمة الأنعام، فيجوز للدائن الذي هو المرتهن أن يركب وأن يحتلب منها، بشرط أن يكون قد أنفق عليها، أي أنفق على الدابة، ولم يكن مالك الدابة هو الذي ينفق عليها، ويكون ركوبه وحلابه في مقابل ما أنفق. إذن هذه الصورة الوحيدة التي يجوز للمرتهن أن ينتفع بالعين المرهونة. وأما الراهن فإنه يجوز له أن ينتفع بالعين المرهونة ما دامت في يده، وأما إذا لم تكن بيده فليس له أن ينتفع إلا بإذن المرتهن، فليس له أن ينتفع إلا بإذن المرتهن. نعم. والضمان أن بدأ المصنف يتكلم عن عقد الضمان، وقبل أن نتكلم عن هذا العقد أريدك أن تفرق بين أمرين. عندنا ضمانان: ضمان هو عقد، وضمان هو أثر تصرف. فضمان العقد الذي نتكلم عنه هنا، والضمان الذي هو أثر التصرف يذكره العلماء في باب الغصب، فيقولون إن من أتلف لغيره مالا ضمنه، ليس مرادنا ذاك. نحن نقصد هنا عقدا اسمه عقد الضمان، هذا عقد اسمه عقد الضمان، يسميه بعض الناس عقد الكفالة، نحن نسميه عقد الضمان، لأننا نخص الكفالة بضمان البدن، وأما ضمان المال فنسميه عقد الضمان. ما هو عقد الضمان؟ قالوا: هو ضم ذمة إلى ذمة في التزام الحق. زيد في ذمته حق، إما
ناتجا عن عقد أو ناتجا عن إتلاف أو ناتجا عن التزام من سائر عقود التصرفات الالتزامية. فيأتي طرف ثالث فيقول أنا ضامن به، أنا غريم، أنا زعيم. هذه الكلمات الثلاث تجعل هذا الطرف الثالث الذي لم يثبت في ذمته دين ثبت في ذمته نفس الدين، فيكون الدين الواحد قد ثبت في ذمة اثنين، ليس على سبيل المشاركة وإنما على سبيل الضمان، فأحدهما ضامن للآخر مع أن المنتفع الأول وهو الذي في ذمته الدين ابتداء. وقد جاء أن رجلا توفي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أول وقت النبي صلى الله عليه وسلم، فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه لدينارين كان عليه أو درهمين، فقال أبو قتادة هي علي يا رسول الله، هذا من باب الضمان. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سأل بعد، فلما قضاها أبو قتادة قال الآن، أي الآن برئت ذمته، فدل على أن الضمان لا يبرئ ذمة الأصيل وإنما يشغل الذمتين بالالتزام، فتصبح الذمتان مشغولتين بالالتزام، وإنما تبرأ بالوفاء أو بالإبراء كما سيأتي. ولذلك يقول والضمان هو أن يضمن الحق عن الذي عليه. قوله الحق يشمل الحق المالي بشتى صوره، فهي التي تضمن سواء كان قد أتلف لغيره مالا، سواء أنشأ عقدا أو غير ذلك. قال عن الذي عليه، أي الذي التزمه في ذمته، إما اختيارا أو من غير اختيار الله. نعم. والكفالة أن يلتزم بإحضار بدن الخصم. نعم، فقهاؤنا رحمة الله عليهم يجعلون الكفالة صورة من الضمان وجزءا، وإن كان غيرهم يجعل اثنين يسمى كفالة، لكن عندنا نفرقون بين الضمان وبين الكفالة. الكفالة يجعلونها خاصة بالبدن، وذلك بأن يلتزم شخص بإحضار بدن من عليه الحق، فيقول أحضر فلانا ببدنه إلى مكان معين كمجلس التقاضي أو مجلس التعاقد الذي تعاقدوا عليه. طيب، ما الذي يترتب على الإخلال بالضمان أو الإخلال بالكفالة؟ من ضمن غيره، فإذا جاء وقت الوفاء فإن صاحب الحق له أن يطالب من شاء منهما. محمد أقرض زيدا، فجاء عمرو فقال أنا كفيل لزيد، فلما جاء وقت الوفاء يجوز لمحمد الذي هو الدائن أن يطالب زيدا وهو المدين، أو أن يطالب عمرا وهو الضامن، فيطالب أيا منهما، ولو كان الأصيل غنيا فيطالب الفقير، هو حر يطالب من شاء منهما، لأن الاثنين أصبحت ذمتهم منشغلة بالحق. فإن قضى الدين الأصيل وهو زيد برئت ذمة الاثنين، وإن قضى الدين عمرو وهو الضامن نقول برئت ذمة عمرو وانشغلت ذمة زيد بالدين لعمرو، فأصبح عمرو الذي هو الكفيل هو الذي يكون الدائن لزيد، إلا إذا نوى التبرع عند القضاء، فحينئذ لا رجوع. هذا ما يتعلق بالضمان. الكفالة انتبهوا لها، إذا كفل زيد عمرا وعمر عليه 1000 ريال فإنه له 3 أحوال. الحالة الأولى أن يحضر من كفل بدنه إلى مجلس العقد أو مجلس التقاضي، فإذا أحضر بدنه برئت ذمته وإن لم يقض الدين بمجرد الإحضار. الحالة الثانية ألا يحضره بتفريط منه، يعني يجعله يهرب من البلد أو يعلم مكانه ولا يخبر عن مكانه، فنقول إذا لم تحضره فإنك تضمن ما عليه من المال. الحالة الثالثة ألا يستطيع إحضاره من غير تفريط ولا تعدي، بأن يكون المكفول قد هرب ولا أدري أين هو، فالفقهاء يقولون يضمن ما عليه من المال كذلك. إذن الكفيل المطلوب منه الإحضار، فإن لم يحضر من عليه الحق
أصبح ضامنا لما عليه من الحق، سواء كان عدم الإحضار لتفريط أو لغير تفريط. نعم، وهذا معنى قوله تفضل. قال صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. نعم، قوله الزعيم غارم، الزعيم بمعنى الضامن، وأنا به زعيم، وغارم بمعنى أنه يضمن فيكون عليه الضمان. فكل منهما ضامن. فكل منهما أي كل من الضامن في عقد الضمان والكفيل في عقد الكفالة يكون ضامنا، وشرحتها لكم قبل قليل بالتفصيل. إلا هذا ما يتعلق بمسقطات الضمان أو الكفالة. أولها: إن قام بما التزم به. إن قام الأصيل بما التزم به، بأن قام الأصيل بقضاء الدين مثلا، أو قام الكفيل بما التزم به من تسليم المكفول إلى المحل المتفق عليه، فحينئذ برئت ذمته ولا يلزمه الضمان. أو أبرأه صاحب الحق. أو أبرأه صاحب الحق، يعني هذا يسمى انقضاء الكفالة بطريق أصلي. إذ الكفالة تنقضي بطريق أصلي وبطريق تبعي. بطريق تبعي إذا برئ من عليه الدين، وبطريق أصلي أن تنقض الكفالة، أن تنقض الكفالة أو الضمان مع بقاء الدين. الطريق الأصلي هو أن يأتي صاحب الحق فيبرئ الكفيل وحده أو الضامن وحده أو الضمين وحده، حينئذ نقول ما دام أبرأك الدائن فقد برئت. أو برئ الأصيل والله أعلم. قال: أو برئ الأصيل. برئ الأصيل وهو انقضاء الكفالة بالطريق التبعي. يبرأ الأصيل إما بالإبراء من صاحب الحق، أو يبرأ بأداء الحق، أو يبرأ بإرث الحق. كيف يرث الحق؟ زيد أقرض أخاه ألفا وطلب كفيلا، ثم إن زيدا مات فورثه أخوه، فالأخ ورث الدين، إذن سقط. ما نقول إن هذا الأخ يطالب الكفيل يقول: تعال سدد الدين الذي علي لأخي، لأنه ورث الحق، فإرث الحق حينئذ يكون سببا لبراءة الأصيل. باب الحجر لفلس أو غيره. بدأ يتكلم مصنف عن عقود التقييد. هذه العقود تسمى عقود التقييد، لأنها تقيد تصرف من أنشئ عليه هذا العقد. وقوله الحجر أي المنع من التصرف لفلس. لفلس وهو كون الشخص عليه من الديون أكثر مما له من الأموال، أو غيره وهو النوع الثاني من الحجر، وهو الحجر لسفه. والعلماء يقولون إن الحجر لأجل الفلس يسمى حجرا للغير، لحظ الغير، وأما الحجر للسفه فإنه حجر لمصلحة النفس. ومن له الحق فعليه أن ينظر المعسر. يقول إن من له حق على أخيه المسلم فعليه، أي يلزمه أن ينظر المعسر، لأن إنظار المعسر فيه أجر عظيم. وإنظار المعسر نوعان: إذا ثبت إعساره فإنه يجب إنظاره، وقبل وإن لم يكن معسرا فإنه يجوز له المطالبة والتشديد فيه. وينبغي له أن ييسر على الموسر. قال: وينبغي له أن ييسر على الموسر إذا لم يجد وفاء، بأن لا يشد عليه في اللفظ من يسر، فلا يشدد عليه في الطلب ولا المطالبة، مع أنه إذا كان الموسر مماطلا فقد أذن لصاحب الحق بالتشديد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم. وفي الحديث الآخر: لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. قال وكيع: عقوبته بشكواه وعرضه عقوبته بملازمته وعرضه بشكواه. إذن الموسر الذي عنده مال، التيسير عليه بإسقاط بعض الدين مثلا، أو بالتلطف وعدم الإيذاء حسن، إلا إذا ثبت مطله، فإنه إذا ثبت مطله جازت معاقبته وجاز عرضه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عليه الحق فعليه الوفاء كاملا بالقدر والصفات. نعم، إن المدين يجب عليه أن يدفي بالدين كاملا كما هو بالقدر والصفة. وقوله كاملا بالقدر والصفة ينبني عليها مفهوم ومنطوق. منطوقها أنه يجب عليه الوفاء من غير إخلال بنقص. مفهومها: هل يجوز للمدين أن يرد الدين أكثر مما هو عليه أم لا؟ الفقهاء يفرقون بين حالتين: بين أن يكون الدين سببه قرض، أو أن يكون الدين سببه عقد آخر من المبايعات ونحوها. فإن كان سببه القرض
يقولون فلا يجوز أن يرد أكثر مما وجب عليه قدرا، ويجوز صفة. وأما إن كان سبب الدين معاقدة فحينئذ يتساهلون فيه فيقولون فيجوز. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال خيركم خيركم قضاء، أي في الصفة لا في القدر. نعم. قال صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، وإذا أحيل بدينه على ملي فليحتل. نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم تقدم، وهذا يدلنا على أن الشخص له حالتان، إما معسر وإما موسر. فالمعسر يجب إنظاره ويجوز الحجر عليه، وأما الموسر الذي عنده مال فيندب إليه على التيسير، فإن ثبت مطله فإنه يكون ظلما، وهذا الظلم يبيح عرضه وماله. الجملة الثانية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أحيل بدينه على مليء فليحتل، هذا ما يتعلق بالحوالة، والمؤلف لم يعقد بابا في الحوالة، فمن المناسب أن نذكر يعني شرح هذا الحديث بإيجاز. المصنف يعني ترك بعض الأبواب لم يتكلم عنها. الحوالة ما هي؟ هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة. شوف، الضمان ضم ذمة إلى ذمة، والحوالة نقل الدين من ذمة إلى ذمة، فالذمة الأولى برئت والذمة الثانية انشغلت بالدين. لا تكون الحوالة ملزمة فتبرئ ذمة الأول إلا إذا كان على الثاني دين مساو للدين الأول قدرا وجنسا، فحينئذ تكون الحوالة قد تحقق فيها الشرط الأول. الشرط الثاني أنه لا بد أن يكون مليئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على مليء فليحتل. الشرط الثاني هو شرط لعدم إذن المحال، فإن لم يكن مليئا، سنشرح معنى الملاءة، فإن العقد لا يكون لازما في حق المحال، فإن رضي بالحوالة لزمت، فحينئذ برئت ذمة المحيل. وهذا من المياسرة. وقوله هذا من المياسرة يعني أن من يسر الله عز وجل على العبد والعبيد عقود الحوالة. فالملي هو القادر على الوفاء الذي ليس مماطنا ويمكن تحضيره لمجلس الحكم. العلماء يقولون إن الملي في باب الحوالة الذي إذا أحيل عليه أصبح العقد لازما هو مليء المال والوجه والبدن، ثلاثة أشياء. أما ملاءة المال بأن يكون عنده من المال ما يقضي به الدين الذي عليه، وأما ملاءة البدن بأن يمكن أن يصل إلى مجلس التقاضي بألا يكون زمنا وألا يكون من ذوي الشرف الذين لا يستدعون إلى القضاء. والأمر الثالث ملاءة الكلام أو ملاءة الوجه، وهي أن يكون قادرا على المحاججة ليبدي هل الدين ثابت أم ليس ثابتا في ذمته، هذا تسمى الملاءة. طيب انظر معي، زيد وعمر وخالد، الحوالة ثلاثة أطراف وليست من طرفين، زيد وعمر وخالد. زيد اقترض من عمر ألفا، فالدائن هنا من؟ عمر، والمدين زيد. هذا عمر الذي هو الدائن اقترض من خالد ألفا، فأصبح عمر هذا دائنا لزيد بألف ومدينا لخالد بألف. فيأتي عمر هذا لخالد فيقول يا خالد أحلتك على زيد. نقول عندنا أمران، الأمر الأول أنه لا يشترط إذن زيد إن تحقق الشرطان ذكرناهما قبل قليل، فيجوز لخالد أن يذهب لزيد مباشرة ويرفع عليه في المحكمة ويأخذ جميع الإجراءات القضائية. ما يجي زيد بكرة يقول أنا لم أقترض منك وإنما اقترضت من عمرو، لنقول إنها حوالة. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هذه الحوالة تنقل الدين الذي لخالد من عمرو إلى زيد، فليس لخالد أن يرجع على عمرو بعد الآن، بعدما أحال الحوالة أصبح الدائن من؟ خالد، والمدين من؟ زيد. عمرو خلاص أصبح ليس عليه شيء. فرضنا أنه تأخر يومين وكان خالد وقتها غني
فجاء حريق فشب، وكان زيد غنيا، فشب حريق في مال زيد فأتلفه. جاء خالد قال: هذا الذي أحلت عليه صار فقيرا، أريد أن أرجع على الدين الأصلي. نقول: لا، لا ترجع عليه، برئ الذمة الأول، لأنها حوالة. إذن الحوالة ترتب عليها أمران: عدم شروط إذن زيد، والأمر الثاني عدم اشتراط رضا زيد، والأمر الثاني انتقال الذمة، كل الدين الذي في الذمة انتقل للثاني، فليس له الرجوع على الأول مهما كان السبب. نعم. وإذا كانت الديون أكثر من مال الإنسان، وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه حجر عليه، ومنعه من التصرف في جميع ماله، ثم يصفي ماله ويقسمه على الغرماء بقدر ديونهم. نعم، بدأ يتكلم، رجع مرة أخرى للحجر، فقال الشيخ: إن الشخص إذا كانت عليه ديون وكانت ديونه أكثر من ماله، ونعني بماله النقد والعروض إذا قوم، قال: وطلب الغرماء أو بعضهم من الحاكم أن يحجر عليه. يجوز إذا كان للشخص عليه أكثر من دائن، لنقول 5، أن يحجر عليه بطلب بعضهم، لكن بشروط: الشرط الأول أن يكون الدين الذي عليه أكثر من المال الذي عنده، هذا واحد. الشرط الثاني، وهذا مذكور في الكتاب، الشرط الثاني أنه لا بد أن يطلب بعض الغرماء على الأقل ولو واحدا، إن لم يطلب الغرماء الحجر عليه فليس للحاكم الحجر عليه، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أنه لا بد أن يكون الدين حالا، فلا يحجر بالدين المؤجل، بل لا بد أن يكون الدين حالا. قال: حجر عليه، أي حجر عليه الحاكم ومنعه من التصرف في جميع ماله. هذه الجملة مهمة، لأن المحجور عليه لحظ غيره يمنع من التصرف في الأموال ولا يمنع من التصرف في الذمة، وانظر الفرق بينهما. فليس له أن يتصرف بماله، لا يبيع ولا يؤجر، لأنه تصرف في عين المال، ولا يهب ولا يهب ولا نحو ذلك. لكن له أن يتصرف في الذمة. كيف يتصرف بالذمة؟ يعني يشتري دينا في ذمته هو، فإذا اشترى شيئا في الذمة نقول صح، إلا إذا كان غررا للمشتري أو للبائع له. قال: ثم يصفي ماله، يعني يبيع ماله ويقسمه على الغرماء بالنسبة والتناسب بقدر ديونهم، بشرط أن تكون الديون حالة. أما الديون المؤجلة فلا تقسم، فإذا قسم الدين على 5، أحدهم له، لنقول إن له عليه تقدم دائنان بطلب الحجر، أحدهما له 5000 والآخر له 1000، ووجدنا أن هذا الرجل إنما ماله 3000، فنعطي حينئذ صاحب 1500 وصاحب 5000 2500. إن ظهر بعد ذلك دائن ثالث فإنه يرجع على الدائنين بنسبتهما. نعم. ولا يقدم منهم إلا صاحب الرهن برهنه. قال: ولا يقدم منهم، يعني لا يقدم أحد على أحد إلا صاحب الرهن برهنه. كيف؟ هؤلاء الاثنان، أحدهم الذي حجر عليه، أحدهم لهم 5000 والثاني له 1000 وأمواله 3000 فقط، لكن أحيانا نقدم صاحب 1000، لأن صاحب 1000 قد أخذ عينا مرهونة، فهذه العين المرهونة نقول تباع، وذلك قال برهنه. كم قيمتها؟ كانت 1000 خذ 1000 كاملة، كانت 500 خذ 500، والخمسمائة الباقية تكون أسوة الغرماء، فتدخل بالنسبة والتناسب بمقدار الرهن فقط، لا ما زاد عن ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غير، متفق عليه. نعم، هذه مسألة مهمة أريد أن تنتبهوا إليها. إذا حجر على شخص لأجل الفلس، وكان بعض المال الذي عنده لشخص آخر بعينه، فإنه يجوز لصاحب عين هذه المال أخذ هذا المال، لكن بشروط سأورده. يعني رجل حجر عليه وكان قبل الحجر عليه بقليل قد اشترى سيارة، فيجوز لبائع هذه السيارة وهو دائن أن يأخذ السيارة التي باعها عليه قبلها بيوم، لكن بشروط. الشرط الأول أن تكون العين على حالها، لم تتغير، لم تسلم، لم تتغير صفتها، لم يغير لونها، إذن يجب أن تبقى العين على حالها لم تتغير، أو ولو بتعيب ولو بنقص قيمة، ناهيك عن زيادتها، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن لا يكون قد أخذ من الثمن شيئا،
لو أن هذا الشخص الذي باع لشخص سيارة المفلس أخذ من ثمنها ولو ريالا واحدا فليس له أن يرجع بالعين. الشرط الثالث ألا يكون المشتري الذي حجر عليه لفلس قد نقل الملك في العين أو بعضها، كان يكون باع نصفها، فحينئذ ليس له الرجوع. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ماله، المقصود بالمال أي العين، عند رجل قد أفلس أي قد حجر عليه لفلس فهو أحق به من غيره بشروط السابقة، وقد جاءت في بعض طرق هذا الحديث. نعم. ويجب على ولي الصغير والسفيه والمجنون أن يمنعهم من التصرف في مالهم الذي يضرهم. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. نعم، هذا هو الحجر لمصلحة النفس، وهو الحجر على السفيه والصغير والمجنون، وهذا على سبيل الوجوب. وعليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن من حفظه والتصرف النافع لهم وصرف ما يحتاجون إليه منه. نعم، قوله عليه ألا يقرب مالهم إلا بالتي هي أحسن، يعني لا يتصرف في المال إلا بما هو أحسن وأصلح وأنفع للمحجور عليه لحظ نفسه. قال من حفظه بأن يقوم بحفظه بالحفظ المعتاد كما يحفظ ماله، والتصرف النافع له، فلا يتصرف في المال بمتاجرة ونحوها إلا بالأحظ لا بمطلق التصرف. فإن حفظه في أقل من حرز مثله أو تصرف بالتصرف الذي لا يكون محتاطا فيه فإنه يكون ضامنا إن تلف. قال وصرف ما يحتاجون إليه منه، له الحق أن يتصرف في المال ببذل ما يحتاجون إليه من طعام وكسوة ونحوها. ووليهم أبوهم الرشيد، فإن لم يكن جعل الحاكم الوكالة لأشفق من يجده من أقاربه وأعرفهم وآمنهم. نعم، هذه مسألة مهمة. الصبي الصغير والمجنون وكذلك السفيه، من الذي له حق الولاية عليه؟ نقول إن حق الولاية عليه لأبيه الصلب، لأن هذا هو الأصل. فكل صبي إذا كان عنده مال كأن يكون ورث عن أمه، إذا ماتت أمه مثلا فإن أبوه هو وليه فيتصرف في ماله بالأحظ. فإن فقد أبوه بأن مات أبوه فإن أولى الناس بالولاية على المحجور عليه وصي الأبي، سواء كان ذكرا أو أنثى لا فرق، لأن الولايات ثلاث: ولاية الأحق بها الرجال وهي ولاية التزويج، وولاية الأحق بها النساء وهي ولاية الحضانة، وولاية يستوي فيها الرجل والمرأة على السواء وهي ولاية المال مثل هذا. ولذلك فإن الرجل إذا مات وله ذرية صغار ضعفاء فكتب في وصيته أن الوصي عليهم، أي الوصي في الأموال زيد أو عمرو أو فلانة زوجته أو غيرها، سواء كان أجنبيا أو قريبا أو بعيدا، فإن هذا الوصي يكون مقدما على غيره من الناس ما لم يثبت فسقه وعدم أمانته. إذن أولى الناس بالولاية الأب، فإن عدم فالوصي، والمراد بالوصي من أوصى الأب وكتب في وصيته أنه يكون وصيا على أبنائه في المال، مهما كان الوصي، لا نفرق أجنبي قريب محرم ليس محرم ذكر أو أنثى، بشرط أن يكون طبعا يصلح تصرفه لنفسه، فلا يولى من دون البلوغ أو مجنون. طيب، ثم بعد الوصي من يكون؟ نقول تنتقل الولاية للحاكم مباشرة، لا الأخ ولا العم ولا الأم ولا الابن ولا غير ذلك، الحاكم هو الذي يختار من الذي يكون وصيا. ولذلك ترفع مباشرة إلى المحكمة، يخرج صك ولاية، والولاية تكون بالتصرف على ماله، فيأتي القاضي ويختار فيجمع قرابته كما ذكر المصنف، قال جعل الحاكم الوكالة، والوكالة هنا بمعنى الولاية لأشفق، لأن الولاية والوكالة والوصاية كلها من عقود الإطلاق، لأشفق من يجده من أقاربه، فيبحث في أقاربه من إخوته وأمه وأبنائه الأشفق منهم والأعرف والآمن فيجعل الوصاية له. ومن كان غنيا فليتعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. نعم، للآية كما أتى بها كما هي، وهو الأقل من أجرة مثله أو كفايته. نعم، والله أعلم. من كان غنيا من الأولياء والأوصياء فليتعفف لا يأخذ شيئا، وإن كان محتاجا فإنه يجوز أن يأخذ من مال المحجور عليه الأقل من أمرين: إما
أجرة مثله وإما كفايته وهو مطعومه ومشروبه وكسوته ونحو ذلك. هذه الكفاية. فلو كانت أجرته 10، أجرة يعني أجرة مثله في العمل الذي يعمله 10 وكفايته 5، فإنه يأخذ 5 ولا يأخذ 10، لا يجوز له أن يأخذ الأكثر. ولذلك العلماء يقولون احذر الواوات، واو الوكالة وواو الوصاية وواو الولاية وواو الوقف. هذه الأمور الأربع كثيراً ما يقع فيها السرقة، ما نقول السرقة وإنما كثيراً ما يعتدي فيها التعدي، ويقع فيها أيضاً البغي. فمن ولي أحد الواوات الأربع فيجب عليه أن يتقي الله عز وجل. وانظر لاحتياط العلماء، فقالوا إنه يأخذ الأقل من أجرة المثل أو الكفاية. والآن بعض الناس لا يأخذ لا أجرة المثل ولا الكفاية، وإنما يأخذ نسبة أكثر مما يأخذها العامل بأجرة المثل، وهذا لا يجوز ولا شك. نقف عند هذا الجزء ونكمل بمشيئة الله عز وجل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.